مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة أخريبكا. وإحنا مشاهدينا كنتواجدوا أمام مستشفى الحسن الثاني هنا بمدينة أخريبكا. هنا معنا مشاهدينا عائلة الشاب اللي تيتهموا هاد العائلة، تيقولوا تيتهموا قائد جماعة ثلاث الأولاد بأنه دهس الإبن ديالهم ودخل في غيبوبة. اليوم مشاهدينا وفاة المنية، نطلب الله سبحانه وتعالى يتغمدوا بالرحمة ديالو ويصبر العائلة ديالو يا رب، ويبدل المحبة صبر. هنا مشاهدينا كيطالبوا بحقهم. خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في، نعرفوا التفاصيل كيفاش وقعت الحادثة. معنا الزوجة ديالو، معنا الأم ديالو، معنا العائلة ديالو اللي غادي يحكيوا لنا الواقعة كيفاش وقعت وشكون اللي كان حاضر في الواقعة. تفضلي اختي، أجركم الله اختي. السلام عليكم. انا كنت مع راجلي في الطوموبيل، نزل يجيب البنت والحليب. واحد شويه كنتسنى في يجي، ما بقاش رجع. تبان لي الناس كينازلين كيتجاراو، ورجيت عندهم سولتهم، قالوا لي واحد الولد ضاع. مني وصلت عنده هو، لقيت راجلي مليوح، كان عنك في راجلي ونجر. جا واحد السيد كيهز فيا، مني قعدت في عينيا لقيته القايد ديال فيني. انا دابا ما باغا، انا غير حق راجلي يبان، لان راجلي 5 ايام وهو مليوح اليوم، اليوم 6 ايام باش مات. وحتى شي واحد ما مشدودش وما تسوقوناش وما حاشوش لينا. واللي نزيدكم عاوتاني الاخوان، راه حتى شي واحد ما كان مديكلاري براجلي. انا ملي مشينا اليوم بغا نشدو الورقه، تصدمت براجلي ما مديكلاري بيه حتى شي واحد. حاشاك بحال اللي حين دبانه في السبيطار. شوف انا باغا حق راجلي وحق بناتي اللي ضاع، لان بناتي غيبقاو يتامى والام ديالو حتى هي بقات بلا ولد. الله يسمح لينا من الوالدين. دابا انا باغا حق راجلي وحق ولادي وحق الام ديالو، ها هي حتى هي غادي تهضر معاكم. انا راه ما بقيتش قادره نهضر، راه الوقفه مني كنوقف، راه ما بقيتش قادره نوقف. انا باغا حق راجلي يبان، باغا حق راجلي يبان. ما يهمنيش انا يكون قايد ولا يكون شي واحد اخر، المهم حق راجلي يبان، حق راجلي. عاش الملك، عاش الملك. انا بغيت حق ولدي، ولدي صغير، ولدي صغير ما عرفتش كيفاش، واش بغاو عدو وصغير وعدو الوليدات. ودعيتم الله ودعيتم الله ودعيتم الله ودعيتم الله، وانا داعيه من الله. وضقعوني في كبتي وقرحوني في ولدي، وضقعوني في كبتي. قايد قايد، انا ما كنتش معاهم، انا ما كنتش معاهم، ما كنتش معاهم، انا ما كنتش معاهم، انا ما كنتش معاهم باش نقول قايد ولا شيء. ما كنتش معاهم، انا عاد جاتني الاخبار، انا عاد جاتني الاخبار، انا عاد جاتني الاخبار على ولدي. ملي دخلت ست ولدي محن مدقدق وما شدوش وما شدوش. علاش علاش اللي ما يشدوش هذا اللي ضارب ولدي؟ علاش اللي ما يشدوش؟ واش عندنا شي حق؟ واش عندنا شي حق ولا؟ وعاش الملك، عاش الملك. المهم انا الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا الشيء باش يوصل الحق الراجلي، باش ينعس في قبره مرتاح. كنتمنى من الله اللي كاع اللي شاف هذا الفيديو وكاع اللي شاف هذا الشيء بارطاجي، لان راه لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا راه ما بقيتش عارفه واش انا اللي شكون اللي قاتل راجلي. كل نهار كيخرجوا لي بالتصير، ومني مشيت عند اللي جاون دارهم قلت لهم علاش السيد ما مشدوش. نورمالمون بعدا يتشد 48 ساعه تيحيد السيد من الخطر، ما جاوبني حتى شي واحد. قال لي شوفي الاجراءات كلها كامله. مني وصلنا باش ندفنوا السيد قال لك ما مسجلينوش اصلا، ما مسجلينوش. والراجل النهار اللي مشيت للجامعه لقيته خدام كاين، ما مسوقش بحال ما بحال مات قاتل دبانه. مني وصلت بغيت غير نسول كيقولوا لي لا ما توصليش ليه، ما تقربيش ليه، ما تقربيش للقيد، راه غادي ما تقربيش للجماعه، راه غادي يديروك انت هي اللي ظالمه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم إنا هذا منكر، اللهم إنا هذا منكر. وحنا بغينا حقنا، فهاد الدري اللي قتلو بغينا يتشد، وبغينا يتشد. وعاش الملك، رانا لاحوه شحال هو مليوح، ومن نهار تضرب هو ميت. ما كان خاصنا الحق ديالي يبان، حق الدري يبان، خاصو يتشد. واش هذا مات والاخر، الاخر جالس في دارو كياكل الخبز؟ راه انما هذا منكر، راه بغينا حق هذا الولد، راه عند وليداتو خلاهم صغار. ولا اله الا الله محمد رسول الله، وبغينا حقنا، بغينا يتشد. هذا اللي ضربه وخلى وليداته بغينا يتشد، وبغينا المخزن ياخذ الحق ديال هاد الدري. عاش الملك، عاش سيدنا، والله ينصركم على الحق. حنا
حنا ضيعونا في خونا، دعيناه الله ياخذ فيه الحق، هذا اللي ضيعنا في خونا، ما نسمحوش لي. خويا عنده 27 عام، خلى جوج بنيات، وحده عندها 3 سنين، وحده عندها عام، دعيناه الله، بغينا سيدنا يوقف معانا. عاش جلالة الملك، عاش سيدنا، تنصرك سيدنا، شوف فينا سيدنا، على خويا، خويا مازال صغير، تخصب في شبابه، عاش سيدنا، عاش سيدنا. السلام اختي، انا اختي ما كنتش حاضر اختي. انا كنهضر كنسول على ولد خالتي اختي، كيقولوا لي راه محرك ايدو محرك رجلو، وما كاين حتى شي حاجه غير الكذوب اختي، غير الكذوب، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. شادينو 5 ايام هو ميت. حنا بغينا نعرفوا اختي على كيفاش هذيك السيده اصلا، بغينا نعرفوا كيفاش وقعت، حنا ما حضرناش لهذيك السيده. نعم نتوما كتهموا وتقولوا قيد، واش شفتوا؟ المهم قيد ولكن بغينا نعرفوا الكسيده بالضبط كيفاش، لا فوت واش في ولد خالتنا ولا في القيد. يعني شكون اللي كان سايق هذيك الطوموبيل؟ كان سايقها القيد. وهي شنو، واش هرب واش بقى في البلاصه؟ واش نعرفوا كم ما انا ما حضرتش اختي، انا ما حضرت حتى شي حاجه، هادشي اللي صادمني. وهادشي اللي كاين اختي، عاش الملك، راه غير الملك اللي مداير خدمته اختي في هذه البلاد. عايش الملك، الملك يبين لنا اختي حقنا. ما شفناهمش، ما شفناهمش، انا ما شفتهمش كاع. انا ما شفتهمش. ما جاوبوناش. علاش هادشي؟ عطاها القيد الرشوه وخلاها مات. لا اختي، الا كان المخزن يدير هادشي. حنايا عاد الله، حنايا راه عاد الله دابا، راه عمرنا عاد الله. اختي ناديه هما كيكونوا في خريب هادي مسكرانين. طالع هذا القايد واللي معاه كاملين ديما مسكرانين، وطالع طافي الضو، ما مشاش الضو، مش الحوسين مسكين الله يرحمه، ما شاف لا ضو ولا والو، على الحق تضربوا الضو طافي. يعني هنا تقولوا بان كانوا في حاله سكر. سكرانين هما، القايد فيه الريحه، القايد فيه ريحه الشراب. خوه لا سكرانين، راه خوه مني شد القايد شم فيه الريحه ديال الشراب. علاش حاجه ولا السكر؟ علاش؟ كون كان شي دريويش راه غرق مسكين. يعني دابا ما خاصهمش يحيدين السكر. ما ماشي باقا 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 اختي الدري جو تهاميده دابا، فهمتيني اختي؟ باقي ما عارفين حتى شي حاجه. حنا ولا ما شفناش، ما حضر حنا، ما حضر حنا، ما شفنا حتى شي حاجه من المخزن. حنا ما شفناش المحضر، هذا السيد ما شفنا المحضر لا والو. مشينا عند الجدارميه قال لك حنا مقايدين المحضر، قال لك علاش قلنا لهم علاش ما شديتوش؟ قال لك حتى يموت السيد، السيد راه في غيبوبه، راه ميت 5 ايام وهو ميت في السبيطار، وقال لك حتى يموت السيد، السيد داير لي غير تنفس صناعي، وبغينا الحق ديالنا يبان، هذا هو اللي كاين. وعاش الملك، في هذه البلاد بغينا الحق ديالنا يبان. اللي ضربوا ما مشدودش. راه بلاد الاسلام هذه، ماشي بلاد اليهود. عاش الملك، عاش الملك، بغينا يبان لنا الحق، بغينا يبان لنا الحق، راه شوينا هاد الدري وما عرفناش كيفاش، ما عرفناش كيفاش، وبغينا يبان لنا الحق، وهاد الدري شوينا على قلبنا، وراه ما عرفناش وما فهمناش في هاد الشيء. بغينا يبان لنا الحق في هاد السيد اللي ما تشش 24 ساعة. علاش؟ دبانة، 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 علاش اللي ما يتشدش؟ علاش؟ مات البارح، مات ابن كتي البارح، مات البارح وتشوينا فيه، وتشوينا فيه، وباركين راه تحرك، راه تململ، راه دار وقرا حتى حاجه ما كاينه. تا عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، راه دعنا وما بان لنا حق، وبغينا نعرفوا الدري الكسيده ديالو كيفاش. عاش الملك، هادشي اللي بغينا نعرفوا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كما سمعتوا معنا في التصريح ديال العائله ديال الشاب اللي تيقولوا بانه قائد جماعه 3 الاولاد اللي كان ربما كيتهموه كان في حاله السكر. ما بيناش مزيان اختي الصوره ديال الزوج ديالك، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. عندك شي اضافه اختي؟ شنو كتشوفي دابا بان المحضر؟ واش عيطوا لك جدارميه؟ واش سولوك؟ وشنو كاين شي تحقيق ولا لا؟ اختي انا اصلا حتى شي واحد ما جا عندي، راجلي فيه الموت وحتى شي واحد ما جا عندي. انا باغا حق راجلي يبان، انا باغا حق راجلي يبان، ما باغا انا حتى شي حاجه، باغا حق راجلي يبان. لي جوندارم ما جاوش، لي جوندارم جاو مره على الاقل يتسناوني انا ياخذوا الافاده ديالي. انا مشيت عندهم حتى الفيني وقالوا لي سيري الراجل راه في دارو، ما يمكنش لينا نديروا شي قانون. واللي جا عندي هنا سولته قال لي السيد مشدود، علاش هذا الشيء؟ علاش هذه الحقره؟ راجلي تحقر، راجلي تحقر. السلام عليكم اختي نادية. هاد السيد هذا مات الله يرحمه، ولكن الطريقة باش مات راه الطريقة خايبة، راه خايبة. هاد السيد كان راكب هو مرتو،
هبط باش يجيب البنت والحليب. السيد اللي ضربوه ما كانش بعدا مشى على الضو وكان سكران، ما شفتوش. عنده دري، عنده دريه عندها عام وعنده دريه عندها 3 سنين. كيف يعقل واحد مليو في السبيطار مده ديال خمسه ايام؟ اللي ضربوه هو القايد، هو ماشي ديال الخدمه، هو وماشي في وقت الخدمه اصلا، وماشي في وقت الخدمه وفي الطوموبيل. واش الطوموبيل ديال ما نقدروش نكذبوا، ما نقدروش نكذبوا. حاجه واحده ان السيد 5 ايام هو في السبيطار 5 ايام وما قدروش. عمرنا ما شفنا لي جوندارم ولا عيطوا ليهم ودار شي تحقيق بصفه نهائيه. واش هاد السيد اللي مات مده ديال 5 ايام ومليو في السبيطار، واش ما كاينش واحد اللي جا عنده سولو؟ لا بالحق جا عنده الشيخ كيقول لهم تفاهموا معايا، شتي ما كيسكت، تفاهموا معايا باش السيد ما يدوش الحبس. واش كاين شي واحد كيقتل واحد؟ تفاهموا معايا، تفاهموا معايا. انا وكتحمل مسؤوليه، انا كتحمل مسؤوليه. كيقول لهم تفاهموا مع السيد باش ما يدورش 48 يوم مع القايد. كيتفاهم ايه، كيتفاهموا مع الزوجه ديالو مع خوته، وراه كاينين خوته جوج كيقولوا بانه بغاو يتفاهموا باش ما يدوش 48 يوم. واش انت قاتل دبانه ولا قاتل بنادم؟ إذن فعلا هنا مشاهدي قناة شوف تي في، القانون فوق الجميع، سواء كما كانت مكانتك الاجتماعية قائد أو أي منصب فالقانون فوق الجميع. هنا مشاهدي قناة شوف تي في أصابع الاتهام كتوجه لقائد جماعة 3 الأولاد. كنتمناو باش يتعمق البحث، كنتمناو باش يتفتح تحقيق. فالقانون دائما نقول أنه فوق الجميع، الاتهامات كلها كتوجه لقائد جماعة 3 الأولاد. هو اللي ضرب هذا الشاب، هو اللي سبب في الوفاة ديالو، هو بسببه باش دخل في غيبوبه ووفاته المنيه البارح. نطلب الله سبحانه وتعالى يتغمدوا بالرحمه ديالو ويصبر العائله ديالو. هنا مشاهدينا تيقولوا بان ها هو مات، يجب تطبيق القانون لان هناك مساومات. لاحظتوا معنا ان كانت هناك مساومات باش يتنازلوا على القضيه. المهم هو انه يتفتح التحقيق، وداك الشيء تيبقى ديالكم نتوما واش تسمحوا ولا لا، ولكن يجب فتح تحقيق وتعميق البحث اكيد. تفضل اميمتي. بغيت ناخد حقي من ولدي، ما عرفتوش علاش تضرب. بغيت ناخد حقي من ولدي، ضيعني من ولدي، ضيعني من ولدي. الملك شوف ضيعني من ولدي، ضيعني من ولدي. علاش ولدي شعلو بقى مليوح وما عطاوناش وقت وما جاوش؟ حد دريويش، حد ولدي دريويش، حد دريوي ما عرفناش اشنو، ما عرفناش اشنو. علاش ضربو؟ علاش؟ علاش ضربو؟ ما نعرف علاش ضربو، علاش ضربو وليدي؟ علاش؟ علاش ضربو؟ ضربو خارج الطريق، ضربو في الديست، ما ضربوش في الشانطي. اه مداج عامر تراب، رمله 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 بيضاء، عامر رمله بيضاء، جاني عامر رمله بيضاء. علاش؟ حشومه حشومه عليه، وبقنوا لقى حقي، بقنوا لقى حقي، ودعيتوا الله، دعيتوا الله ياخذ فيه الحق. وعاش الملك كما قرحني. يا ربي قرحوا في دريكتو، يا ربي قرحوا في دريكتو، يا ربي قرحوا في دريكتو، وقرحني في وليدي، وقرحني في وليدي، وقرحني في وليدي. يا ربي قرحوا في دريكتو، يا ربي قرحتوا في دريكتو. وعاش الملك، وعاش الملك، وانا مزوقه فك ومعورطه بك، بيجي لي حقي في وليدي. راه ضيعوني في وليدي، راه ضيعوني في وليدي، راه ضيعوني في ولدي. راه قال لي مات با انتي بقيت انا، راه قال لي مات با بقيت انا، راه قال لي مات با بقيت انا، اقرحني في وليدي. انا بغيت ربي من يقرحو. وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك. نعم فعلا مشاهدي قناة شوف تي في، نطالب وكما كطالب الأسرة ديالو بفتح تحقيق وتعميق البحث، لأن هناك كما قلنا اتهامات بأن اللي دهسوا بالسيارة ديالو هو قائد جماعة 3 الأولاد، اللي ربما تيقولوا كاين اتهامات بأنه كان في حالة سكر، طافي الضو فاش كان جاي، يعني ما ضربوش في الطريق اللي ما ضربوش وسط الطريق. المهم تي قلتي يعني في لابيست. نعم هنايا كاين شي إضافة؟ نعم ما كاين لا فران لا والو. نعم هنايا يجب فتح تحقيق ان شاء الله، يبان الحق والقانون فوق الجميع دائما. ما بقى لنا الا نقولوا فاتحه خوتي، نديروا الفاتحه لروح الفقيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. الله يبرد عليكم، الله ينزل السكينة في القلوب ديالكم، والله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. اختي النهار اللي دار لك السيد راه ما كان حتى شي واحد ما حضر ليه في العائلة ديالنا، وسميتو كانت معاه غير مرش. فهمتيني اختي؟ وما تخدش سمعوا ليها، خذوا اقوالها ولا لا؟ لا مازال واقيلا، لا مازال اختي. انا كنقول لك ما بقى يجوا تهامي في السبيطار اختي، فهمتيني؟ غير هي اللي كانت. الاقوال ديالك انت اللي حضرتي الحادثه.
لا ما خداوش الاقوال ديالي، قال لي المسطره مفتوحه ولكن ما خداوش الاقوال ديالي. انا دابا كنطالب بالحق ديال الزوج ديالي كيف ما يكون، ما يهمني يكون قايد ولا يكون وزير ولا يكون ولد ما يكون. شوف في مثال كيقول كن ابنك ما كنت تكسب ادبا، كن ولد ما بغيتي تكون، خاصك تكون مربي، ماشي جاي تدهس 10 سنين وانا عندي البيرمي، عمرني ما قصتهمش. علاش هو كيقيس؟ علاش هو ضرب راجلي ووقف؟ وما ما عرفتوش واش هاد الشيء، واش انتقام ولا شناهو هاد الشيء؟ انا تنطالب بحق راجلي، كنطالب بحق راجلي، لان علاش راجلي بالضبط؟ علاش راجلي بالضبط؟ ما يقولش لي شي واحد، القايد هو اللي شفت قدامي، انا ما مشاهم لا قايد لا شي واحد، انا كنقولها وكنزيد نعاود، انا شفت القايد فوقي، ما عرفتش انا هو اللي ضربه، لان الوقت اللي سديت عليا الطوموبيل، نزل راجلي ما رجعش عندي. راه كلشي الناس عندي الشهود، راه الوقيته اللي كنت انا كنسول على راجلي وكنقول راجلي كنسول المول الحانوت عليه، كيقول لي راجلك ما كاينش ما جاش عندي. واحد شويه خرجوا الناس كيتجاراو من الكراج، سولتهم قالوا لي واحد الولد قاص الطوموبيل، صافي ما بقيتش عاقل انا وراجلي حتى جينا لهنايا. مني جينا لهنايا حتى شي واحد ما حاشا علينا، وحتى شي واحد ما جاوبنا ولا جا عندنا، حاجه وحده اللي كيسولوا في التليفون. ولكن انا عارفه الا ما تخاتش حق راجلي، انا كنقولها بهذا الشيء وقدام هاد الناس كلها كتسمع، كيف ما ضرب راجلي غنضربو، والله تنضربو وما يهمنيش. هذا اتهام، شوفي الا ما كانش القانون، الا ما جاش حق راجلي، كونوا اكيدين الطريقه باش تدعس راجلي غيتدعس هو، حيت هذا الشيء عاد هذا الشيء راه ولا حسابات، ما يقولوش لي شي حاجه، هذا قدر الله، اي قدر الله، ولكن هذا الشيء حسابات بيناتنا الله اعلم. فعلا كما قلنا اختي كاين القانون ان شاء الله وغادي تفتح تحقيق، ونطالب 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 بتعميق البحث. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنجيو، قولي اختي الكلمه اللي عندك. اختي شوفي الله يجازيكم بخير، راه عندي ثلاثه، عندي جوج بنات، وحده عندها 3 سنين ونص ودريه عندها عام، راه غيتم بناتي، راه غيتم بناتي. انا ما تيهمنيش يكون اللي بغى يكون، ما يهمنيش، المهم شي انا يكون قايد ولا يكون وزير ولا يكون كيف ما بغى يكون، انا يهمني حاجه وحده، هو هذا نشوفو كيف ما راجلي تعذب، شوفو كيتعذب، وما يجيش عندي شي حد يطلبني باش تنازل لي، لان القرحه ديال راجلي ما عمرها ما غتنسى، ما عمرها غتنسى. الله يبارك عليك، الله ينزل السكينه في القلوب ديالكم، تعازينا الحاره للاسره الصغيره والكبيره، طلبوا الله سبحانه وتعالى يتغمدوا بالرحمه ديالو، انتم اخوتي الله ينزل السكينه في القلوب ديالكم، تعازينا الحاره، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.